اليوم هديتي لكل حد بيعاني من مشاكل جلدية بتتمثل في الاحمرار، التهابات، حكة، هرش، اكزيما وغيرها من المشاكل. اليوم جايبالكم كريم من افضل الحاجات اللي بينصح بيها اطباء جلدية كتير جدا، لما فيه من فوائد عظيمة على البشرة. تعالوا نتعرف اكتر على هذا الدواء من ناحية تركيبة، مميزاته، وطريقة استخدامه، وكمان موانع الاستعمال وسعره. فلو مهتمة بالموضوع تابعيني للنهاية، لان النهاردة هنتكلم على كل حاجة خاصة بيه. واشتركوا في القناة، فعلوا علامة الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد الفيديوهات. ولو عايزين نكلمكم عن اي منتج، فاكيد من عنا الاتنين اكتبوا المنتج اللي انا عايزين نكلمكم عنه، تعالوا وان شاء الله هعمل لك عنه حلقة مخصوص. اهم ما يميزه عن المنتجات التانية ان هو بيعالج الاكزيما والصدفية والحساسية والطفح الجلدي، وبيقلل التورم والالتهابات والحكة وغيرها. كمان طريقة استخدامه كمان سهلة وبسيطة جدا جدا، مش يعني زيه زي اي الكريمات، مش محتاجة ان انتي تغيري هدومك او ان هو يبقى دهني او لا، بالعكس هو سهل الامتصاص على البشرة، والبشرة بتمتصه بشكل سريع، وكمان نتائجه سريعة جدا جدا. بالنسبة للناس اللي مش عارفة يعني ايه اكزيما، ده عبارة عن مرض جلدي شائع، بيكون عبارة عن احمرار في الجلد، بيبقى معاه حكة او جفاف بتختلف درجته. احيانا بيكون عند الناس بتبقى الجلد شبه محروق، ده في مراحل متقدمة، واحيانا بيبقى صعب علاجه. المادة الفعالة الموجودة في الكريم يعني بتبقى سهلة استخدامه، عن طريق ان احنا بنحط الكريم على المنطقة المصابة مرة الى مرتين يوميا لمدة يعني اسبوع او اتنين بالكتير جدا، وهتلاحظي الفرق خلال يومين. يفضل طبعا يكون يعني استخدامه تحت اشراف طبيب، لان انا مش طبيب دي جلدية، ولكن مهتمة بمجال العناية بالبشرة. فطبعا حتى لو في طبيب جلدية بينصح بيه على اليوتيوب، فالامراض الجلدية دي لازم تكون في متابعة من الدكتور، لانه هو اللي بيحدد لك الجرعة اللي تناسبك، والجرعة دي بتختلف من شخص لاخر على حسب درجة الاكزيما عندك، هل هي خفيفة، متوسطة، شديدة، وكمان بيحدد لك المدة الزمنية اللي بتستعملي فيها. يعني على سبيل المثال، مش كل الناس بتستخدمه مرتين، في ناس بتستخدمه مرة واحدة بس. اهم حاجة ان احنا بنحطه بكمية صغيرة، ونبدأ بتوزيع الكريم بالتساوي على المناطق طبعا، ويفضل ان احنا نغسل ايدينا قبل وبعد الكريم. مفيش داعي تماما ان احنا نحط شاش او ضمادة او نغطي المناطق المصابة. مهم جدا ان احنا نعمل اختبار حساسية، يعني قبل البدء باستخدام الكريم نحط كمية من الكريم على جزء من الايد، بلاش نحطه على الوجه. لو احنا بنستخدم الكريم على الوجه، بلاش نحطه على الوجه مباشرة، ويعني نبدأ في مراقبة المكان اللي احنا حاطين عليه الكريم. لو حصل اي حاجة من علامات الحساسية زي الحكة او الاحمرار، على طول يعني في الحالة دي نستشير الطبيب او الصيدلي. بلاش تستخدمي في حالة لو كنت بتعاني من حساسية من مكوناته، او لو بتعاني من بعض الامراض المعينة، وبلاش تستخدمي العلاج لو كنت حامل او بترضعي طفلك رضاعة طبيعية بدون استشارة الطبيب. ولو طبعا عندك امراض معينة او مزمنة وتستخدمي ادوية، فلازم تقول للطبيب المعالج على حالتك الصحية علشان يبقى ملم بالحالة بتاعتك، ويعرف يوصف لك العلاج اللي يناسب حالتك. اتمنى اكون قدرت اكلمكم واعرفكم معلومات كتيرة عن هذا المنتج الهايل. من كل قلبي اتمنى كل حد الشفاء العاجل باذن الله. لايكات كتير، شير كتير للفيديو، وشوفوا الفيديوهات اللي هتظهر دلوقتي حالا على الشاشة، لانها فيديوهات هتعجبكم جدا.